اهلا بكم من جديد، قالت مصادر الجيش اليمني ان عددا من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابيه لقوا مصرعهم خلال مواجهات مع قوات الشرعيه غرب مدينه تعز واوضحت المصادر ان المواجهات اندلعت عندما حاول عناصر من الميليشيات التسلل باتجاه محيط معسكر الدفاع الجوي غربي المدينه حيث تمكنت قوات الجيش من احباط المحاوله واجبار عناصر الميليشيات على التراجع بعد تكبيدها قتلى وجرحى في سقوطها